السلام عليكم يا دكاترة. النهاردة هنتكلم عن مرض جديد مش منتشر في مصر، بس ممكن تصادف معلومة عنه وهنسمع ليه النهاردة بنتكلم عنه أصلا. هو الأيور، يعني دودة العين. طيب ليه هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة؟ عشان النقطة دي في دكاترة كتير أو أونرز كتير لما بتشوف في دموع في العين يقولك هي الكلبة دي طعمت آخر مرة إمتى ديدان، او اونر يجي يقولك يا دكتور انا عايز طعم الكلب او القطه بتاعت الديدان عشان عينيها معمصه. طيب ايه سبب المعلومه دي او ايه سبب الهبده دي؟ من الاخر يعني مفيش مصدر معروف للكلام ده. انت لو دورت ايه هي الدوده اللي بتيجي في الانتستين وتطلع على العين تقريبا مش هتلاقيه، وانا دورت وما لقيتش. فلو حد عنده معلومه ايه هي الدوده اللي بتيجي في البطن تطلع للعين او في الانتستين وتروح للعين يبقى يقول لنا، بس انا دورت ما لقيتش. فمفيش حاجة اسمها هطعمه ديدان عشان هو عينه بتعمص. طيب ايه هي بقى الحاجة اللي بجد اللي بتعمل الموضوع ده؟ دي دودة اسمها الثريزيا. الثريزيا او السيليزيا دي بتيجي في العين، هي بتتنقل من العين للعين، ما بتروحش حتة تانية خالص. يعني لو شغلنا الفيديو ده مثلا هتلاقي حاجة زي التعبان كده هو بتتحرك داخله جوه العين. تمام. طيب المرضى اللي تسببوا السيليزيا دي او الثريزيا دي اسمها ثريزياسيس. ثريزياسيس دي معناها ايه بقى وهنتكلم فيه عن ايه؟ هنتكلم عن ايه هي الدوده دي اصلا، شكلها ايه وحجمها ايه، اللايف سايكل بتاعتها، الكلينيكال ساينس لما القطه او الكلب بيتصاب بيه، الدياجنوز بتاعه والتريتمنت. الثريزياسيس ده عباره عن من اسمه كده، ده مرض بيجي عن طريق بور دوده. الدوده دي اسمها الثيليزيا. في منها نوعين، نوع موجود في اوروبا وفي اسيا اسمه ثيليزيا كاليبيديا، ونوع تاني في امريكا او في امريكا الشماليه عموما اسمه ثيليزيا كاليفورنيسيس. ويا رب اكون بطق اسميهم صح. طيب المرض ده اول ما اكتشفوه في بلد الاوبئه كلها، اكتشفوه في الصين سنه 1910، واللي اكتشفه كان دكتور بيعالج عين كلب ولقى فيها ديدان. طيب نعرف ايه بقى عن الدودة دي؟ دي راوند وورم من انواع الديدان اللي يطلق عليها النيماتودز، والمعلومة دي هتفيدنا في الاخر الفيديو خالص ان هي من النيماتوديات او هي نيماتودة. طولها من 7 ل 19 مليمتر، يعني حاجة صغيرة خالص، يعني لو حطيتها على ايدك كانت بالمنظر ده، حاجة صغيرة خالص. بتعيش فين؟ بتعيش على سطح العين. اكتر حتة بتحب تعيش فيها هي الثيرد ايليد، وتسيب الكلاب والقطط والتعالب والبني ادمين. يعني هو مرض زونوتك، فنخلي بالنا بقى لو حد سافر امريكا او اوروبا او اسيا، يعني ربنا يكرمه ويسافر، ممكن يصادف المرض ده. وبيجي كمان في البقر. اللايف سايكل بتاعتها سهله خالص بقى، بيقولك ان الفيميل والميل بتوع الورم دي بتبقى قاعده في العين على السيرفس بتاع العين. بعد كده الفيميل هتروح منزله الفيرست ستيج لارفا، دي بتبقى مغلفه كده حواليها ممبرين، تروح جاية دبانة. بيقول لك بقى ان في 3 دبانات او 3 فلاي ممكن يعملوا المرض ده. اكتر واحد مشهور فيهم هو الفيس فلاي، ده ممكن تشوفه فوق على الجزيرة الوثائقية او حاجة، بتلاقي بني ادم او بتوع افريقيا يعني رحلتهم صعبة شوية، في دبانة على عينه. هتشوف مثلا بقرة في اي حتة في الدنيا هتلاقي دبانة واقفة على عينها، وهكذا. الدبانة دي اسمها الفيس فلاي. في دبانة تانية ممكن تنقل المرض ده اسمه الفروت فلاي، وفي الهاوس فلاي العادية بتاعتنا. تروح جاية الدبانة دي تعمل ساكنج للتيرز، الدموع او العماص اللي احنا ايه بنشتكي منه، وتروح شفطة الفيرست ستيج لارفا، وتروح داخلة جوا جسمها، تقعد بقى زي ما تقعد وتاكل معاها زي ما تاكل لحد ما تتحول لثيرد ستيج لارفا. دي بقى الانفكتيف ستيج بتاعتها. تروح جاية اللارفا دي تقعد في بق الفلاي، واول لما الفلاي تيجي تسحب تاني تيرز من اي حيوان، سواء بقى من كاتل، من دوج، من كات، من هيومن، اول لما تيجي تعمل ساكنج للتيرز بتاعته تروح منزلها اللارفا دي. اللارفا دي تروح داخله في الكلب او في القط وتتحول لأدلت وتعيد نفس الدوره دي. طيب هنا مثلا ادي الدبانه اللي بنقول عليها الفيس فلاي، ودي عين كلب واقفه عليها الفيس فلاي دي بتمص التيرز بتاعته. دي صورة الهاوس فلاي ودي صورة الفروت فلاي. الكلينيكال ساينس بقى سهلة جدا.
اول حاجه بتعمل انفلاميشن في الكونجنك دايفا، واحنا عارفين شكل الكونجنك دايفا ومكانها. طيب صور بقى الكلام ده ايه، هتلاقي هنا اهو القطه دي والقطه دي، هتلاقي في دوده وفي الكونجنك دايفا ملتهبه جدا. لو كبرنا هنا هتلاقي دوده صغيره خالص فوق اهي. دي صوره تانية هتلاقي برضو كونجنك دايفايتس وفي الورم باينه في العين، سيفير لاكريميشن، عمال يدمع كتير سواء الكلب او القط. هي دي بقى، هو الكلب بيعمص بقى بجد في الحته دي بسبب الدوده دي مش زي حاجه تانية. هنشوف ألسر في العين، ممكن او ممكن لا، ممكن نشوف في عتامه في العين، ممكن كمان الكلب يتعمي او القط يتعمي من كتر الديدان اللي عنده في عينيه. هنشوف ديدان، لان انت ركزت بعينك كده اهو هتلاقي حاجه سنيك لايك موفمنت، يعني في دوده بتتحرك زي التعبان بالظبط في العين. يعني في فيديوهات تانية ليها اهو زي القطه دي، دي اللي شفناها في الاول خالص تقريبا، الدوده عماله تتحرك جوه العين. وده لكلب، بص هي تحت السير دايليد بالظبط، هو الدكتور رفع السير دايليد راح شاف الدودة دي على طول. طيب ايه الدايجنوزس بتاعها؟ سهل خالص، يعني مش ممكن كل الأعراض اللي انت شفتها دي ومش عارف تشخص، انت هتشوف أصلا دودة بعينك. طيب ايه التريتمنت بقى؟ بيقولك أول حاجة إن انت هتعمل حاجتين، إن انت هتشيلها مانيوال وهتدي أدوية. طب هتشيلها مانيوال ازاي؟ انت هتدي القط او الكلب انستيزيا كامله، تخدير كلي، وبعد كده هتبدا تشيل دوده دوده على قد ما تقدر زي الفيديو ده. الفيديو مؤلم شويه معلش، بس هي بتتشال واحده واحده. وهكذا يعني. طيب بعد كده بيقول لك بقى في عندك عدة اختيارات. أول حاجة عايزك تعرفها إن معظم الحاجات اللي بتعالج الهارت وورم، يعني دودة القلب، بتعالج الآي وورم. طيب هما الاتنين هتلاقي حاجات بينهم مشتركة كتير في العلاج. فأنت عندك مثلا أول حاجة ممكن تستخدمها، تستخدم الأيفرميكتين، تستخدم جرعة 200 مايكرو جرام لكل كيلو جرام أورال. هتجيب نتيجة امتى؟ بيقولك بنسبة كبيرة هتجيب تبدأ تجيب نتيجة بعد 25 يوم من ما انت اديت الجرعة بتاعتك، فهي مدة طويلة شوية. في عندك تستخدم حاجة زي امبولات سبوت اون من مادة فعالة اسمها موكسيديكتين. الموكسيديكتين دي موجودة في الادفوكيت، يعني انت لو عملت هنا اهو زوم، ايوه في هنا اموكسيديكتين، وبيعالج ايه؟ الهارت وورم. معظم الحاجات اللي بتعالج الهارت وورم هي بتعالج الاي وورم، بتبقى بنفس الجرعة تقريبا. عندنا تاني الادفوكيت بتاع القطط، برضو لو عملنا هنا زوم هنلاقي الموكسيديكتين، بس هي مش باينة اوي هنا اهو، برضو بتعالج الهارت وورم. في بارافيكتو بلس، في برضو الموكسيديكتين، بس هنا لقيت الصورة بالتركي فهو موكسيديكتين بالتركي، وده اسمه بارافيكتو بلس. تمام، دي حاجات كتير المادة الفعالة بتاعت الاموكسيديكتين. عندك اورال زي السمباركا تريو اهو، موكسيديكتين بيعالج الهارت وور او بيمنعه اصلا. في حاجة تانية تحت توبيكال زي البارافيكتو بلس اللي احنا لسه قلنا عليه بتاع القطط اهو، موكسيديكتين بيعالج الهارت وور. في حاجات انجكشن تبع شركة زويتس زي البرو هارت في الكلاب بيعالج الهارت وور. طيب ممكن تستخدم مادة تانية فعالة اسمها الميلبيمايسين اوكزايم، دي موجودة زي شركة فيرباك، تديها اورال بجرعة 0.5 ملغرام لكل كيلو جرام. من ده كتير بقى، يعني مش دي الشركات اللي بتعالج الكلام ده بالظبط، مش دي الجرعات اللي هتعالج، يعني مش كل قرص من ده سواء ده او الادفوكيت او الادفانتكس او الريفوليوشن او السمبركة او اي اللي احنا قلناه، مش التركيز المكتوب على العلبة هو اللي انا عايزه بالظبط. في حاجات تانية، شركات تانية عاملة التركيزات دي، في حاجات تانية حق،
فاحسب تركيزك وادي جرعة عليه بالظبط، مش تدي مثلا قرص تقول هيعالج، لا هو لو حسبتها هتلاقي القرص جرعته أقل من الجرعة اللي انت عايزها. بس كده خلصنا.